حضرتك تتشاحن أشرت ليه. لوجود القوات الأجنبية، خليني أتكلم على التحدي الأمني بشكل عام، وهناك أكثر من بعد في هذا التحدي الأمني، في توحيد المؤسسة العسكرية، في فرض الأمن وسحب السلاح المنفلت في عموم البلاد، في تفكيك الميليشيات ويعني دمج العسكريين في المؤسسات العسكرية، وفي أيضا سحب القوات الأجنبية. يعني هذا البعد وتحديدا سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، كانت اللجنة العسكرية أعطت مهلة 90 يوم لتنفيذه، انقضت هذه المهلة ولم يتم التنفيذ. الآن كيف سيتم الوضع بالتزامن مع إجراء انتخابات؟ يعني هل في تعارض أم أنه البعد الأمني يتحمل مزيدا من الوضع؟ الأوضاع اللي الآن أنت تحكي فيها ما هي جديدة، هذه أوضاع مرت عليه معظم الدول، زي لبنان مرت عليها نفس القصة وعدة دول، يعني حتى دول البلطيق. لكن في نفس الوقت التحديات الأمنية الآن، لو نحكي عن الأمن في المنطقة الشرقية، نحن عندنا الأمن والأمان والاستقرار. الآن تطلع من بنغازي تمشي للحدود المصرية ما يقارب عن 560 كيلو في أمن، في أمان، تتجه اتجاه الجنوب الشرقي في امان، تتجه للجنوب الغربي جزء منها نفس الشيء في الغرب، ما عدا العاصمه وضواحيها. الاماكن اللي فيها الميليشيات اللي غير امنه، لكن في نفس الوقت لا تقدر تدخل في انتخابات اذا كان لم تتخل الميليشيات. في نفس الوقت لم تقدر تدخل في انتخابات يضم هذا السلاح، يرجع هذه الاسلحه للذخائر للمخازن الدولة، مخازن الدولة بعد يكون تحت الدولة برعاية الدولة في ذاك الوقت. نعم. تقدر تحكي على انتخابات وتحكي على الديمقراطية وكذا، ولكن 5+5 المفروض يكون عندها دعم لا محدود من طرف المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ما يكونش متفرج مثلا يديروا في قرارات ولم تنفذ، أصبح قاعدين ما عملنا شيئا. طيب يعني اسمح لي سيد السلوسي، في يكون راعي رعاية في يوميا ويرى ويسمع وينظر ما هو الآن. طيب اسمح لي سيد السنوسي، الوقت يهمنا يعني لم يتبقى سوى دقائق قليلة جدا، وسؤال أخير، ما رأي حضرتك في استقبال حفتر لرئيس المجلس الرئاسي الجديد للنفي؟ أولا هذا ابن برقة، وهذا ابن ليبيا قبل ابن برقة، أتى هنا أنا من أحد المستقبلين، يعني استقبلنا مجموعة من المشايخ وعيان والقبائل، وهذا ابننا وجاي لأهله. يعني في نفس الوقت نحن ما عندناش خلاف شخصي معاه، وهذا من عائلة معروفة وعائلة يعني غنية عن التعريف، وهذا من عائلة عمر المختار، يعني كل اللي فيه يتفقوا عليه، يعني لم يتفقوا عليه. بعدين شاب، يعني شاب صغير في العمر وعنده طموح ولها رغبة لحل هذه الأزمة. وفي نفس الوقت رئيس الوزراء عبد الحميد الديبة رجل عنده تجربة ورجل عنده خبرة ومعروف، وحقيقة نعرفه معرفة شخصية ولي علاقة أكثر من 40 سنة به، يعني نعرف حق المعرفة وعندي تواصل معه باستمرار، وحقيقة يعني كلهم قادمين. ولكن نرجع ونأكد ضروري المجتمع الدولي والدعم من اخوتنا العرب، ضروري يستمر هذا الدعم لكي نطلع من هذا الوضع اللي نحن الان موجودين فيه. نعم. لكن لو لم نجد دعم لم كاننا قاعدين في نفس المربع الاول. نعم.